كنت عرفنا بنفسك؟ أنا آسر مطر، الشخصية اللي ظهرت في فيلم اسكندرية كعب داير. أنا اللي يعني قمت بالتعليق على الفيلم كمان. طيب حضرتك الفيلم بيتكلم عن التراث المعماري في اسكندرية وعن دورك في توثيق الأماكن المهمة والمعالم بتاعت اسكندرية قبل ما يتم هدمها، ممكن تقولنا ايه اللي دعاك للاهتمام بالموضوع ده؟ هي الفكرة يعني كانت حاجة مشتركة بيني وبين المخرجة فاتن، مخرجة الفيلم. أنا يعني بحب اسكندرية قوي وشايف إنها بتتغير ملامحها بشكل يعني سريع جدا، وبتتحول يعني لحاجة تانية مختلفة وقبيحة، والفيلات بتتهد ومباني كتير بتتغير. فبنزل أصورها بكاميرا صغيرة كده يعني، حتى عشان ما الفتش الانتباه يعني، مش معايا كاميرا بروفيشنال أو كده، كاميرا صغيرة عشان الناس هنا طبعا دلوقتي بقت بتدرك إن يعني الكاميرا دي سلاح. ففاتن لما شافت إن أنا بعمل كده اقترحت عليا الفكرة إن أنا نعمل يعني الفيلم ده عن اللي بيحصل في اسكندرية من خلالي أنا، من خلال نظرتي وأنا ليه بعمل كده. في رأيك إيه السبب في التجريف اللي بيحصل للآثار المعمارية في اسكندرية؟ طبعا هو الموضوع بقى يعني بشكل متسارع قوي بقى بيحصل، هو كان بيحصل قبل كده بس بشكل محدود، دلوقتي بقى بشكل متسارع جدا طبعا، لان في فساد وفي تسايب وفي، وطول ما في طلب طبعا يعني. يعني اسكندرية للأسف هي محدودة بالبحيرة من الجنوب والبحر من الشمال، فهي عبارة عن شريط من الأرض، فمحدودة مش زي مثلا يعني القاهرة محاطة بالصحراء، ففي اتساع، في تجمعات جديدة بتتبني، في غير اسكندرية. فهو اللي بيحصل طبعا الأسعار الأراضي بتعلى، والمقاولين هم اللي معاهم فلوس، هم اللي بيقدروا يشتروا كل حاجة بما فيها شراء يعني الزمم والضمائر في المحليات وفي الأحياء وكده. ودي النتيجة للأسف اللي احنا بنشوفها، ان ما فيش اي اهتمام يعني بالتراث المعماري، ما فيش اي اهتمام بالتاريخ، بالقيمة يعني التاريخية للمباني. المهم بس ايه، ان هم يكسبوا يعني. هل في امل ان فيلم اسكندرية كعب داير وغيره من مجهودات للتوثيق والكشف اللي بيحصل ده ممكن توقف اللي بيحصل؟ يعني انا اتمنى ان يكون في وعي شويه وفي تدخل يعني من جهات حكوميه او كده، لان طبعا المساله كلها يعني ماديه بحته، فيعني لما يبقى في يعني تدخل حكومي ده يمكن يعني يحافظ على الباقيه من التراث.